السلام عليكم، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ الامور مزيانه الحمد لله. كدرتوا مع شي برد مع شي شتاء؟ كلشي الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. كاين البرد هذا العام والحمد لله كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله جيتكم في واحد لا فيديو اللي هو زوين بزاف بطبيعه الحال، واللي هو كيعجبنا حنا النساء، لاننا حنا النساء تنعجبونا بزاف لي بارفان. فاليوم غيكون لا فيديو ان شاء الله على لي بارفان ديال اوريفلام. الوغ انا هما دائما تيبقاو لي بارفان اذواق، مي غنشوف ان شاء الله لي بارفان ديال اوريفلام على التشكيله ديالهم، وبطبيعه الحال لي بارفان ديالي انا بطبيعه الحال. مي ماشي جميع لي بارفان اللي كاينين في الكتالوج او اللي كاينين عند اوريفلام، مي لي بارفان اللي انا عندي واللي انا كنستعملهم شخصيا. جيو معايا ان شاء الله نشوفوا لي بارفان. نبداو لا فيديو ديالنا. قبل ما نبداو ان شاء الله بعدا، ما تنساوش انكم تخليو ليا لايك او تعليق اللي يكون بطبيعه الحال الراي ديالكم في لا فيديو، وكذلك غتلقاو الرقم ديالي ديال الواتساب وديال الابيل اللي بغات تسجل معنا، بغات تقدر راسها ولا بغات تبيع، المهم مرحبا بالجميع. اول بارفان غنهضروا عليها هي البارفان ديال ماغنيتيستا اللي كاين فيها عرض خاص بالمستشاره ديال اوريفلام هذا الشهر هذا، اللي كناخذوها بواحد الثمن ناقص بزاف 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 بالنسبه للناس بطبيعه الحال اللي مسجلين. فهاد البارفان هذه هي بارفان، ماهياش اوض بارفان، بارفان اللي رائعه 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 بزاف بزاف بزاف. هي الاول تقريبا اول لونسمون ديال الكاتالوج، يعني هي بارفان اللي هي جديده، فهي ماغنيتيستا بارفان اللي هي جديده ما ليهاش يعني مده في اوريفلام، ف بارفان اللي زوينه بزاف 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 بزاف، وهي ماهياش قاصحه ماهياش خفيفه، فهي لودور ديالها تقريبا تجي مع الشتاء تجي رائعه. فهذه هي بارفان ماغنيتيستا. الوغ غادي نشوفوا البارفان ديال بوسيس سيكريت. الوغ بوسيس سيكريت هي هي واحد البارفان اللي حلوه، هي اود بارفان، فهي بارفان اللي حلوه ما هيش مجهده ما قاصحاش، ولكن هي ما حرش، فهي حلوه يعني بارفان اللي ممكن تجي صيفيه في الربيع تقريبا وفي الصيف، في الشتاء شويه يعني ماشي ديال الشتاء. هاد البارفان هذه ديال بوسيس سيكريت. كذلك كاينه اكلا فام ويكاند واللي هي كتعجب بزاف 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 ديال الناس، بزاف ديال الناس تيعجبهم بارفان اكلا ويكاند لانها هي خفيفه بزاف. اكلا ويكاند خفيفه يعني ماشي بارفان قاصحه، ممكن انك مثلا ممكن ديريها ومثلا دوز على واحد المده ما تشميهاش يعني في الحوايج ديالك ما تسبقاش، فهي بارفان هي خفيفه وهي ربيعيه لانها فيها ريحه الورود. هاد البارفان هادي زوينه بزاف كما قلت لكم، سورتو الناس اللي كيعجبهم لودور ديال الورد، وكذلك كيبغوا لي بارفان خفاف. كذلك كاينه البارفان ديال ايلفي، بارفان ايلفي بارفان خفيفه حتى هي، بارفان ايلفي صيفيه ما هي شتويه، خفيفه كذلك فيها 50 مليلتر يعني كتدي بطبيعة الحال كاع لي بارفان تقريبا كيدو بزاف، باسكو حنا ما كديش ترشي بزاف، باسكو هاد 3 يعني 3 ترشات راهم كافيين. فهادي حتى هي بارفان الشكل ديالها كتشوفوا الشكل ديالها زوين بزاف، وهي حتى هي بارفان صيفيه خفيفه ما هيش ثقيله وما هيش قاصحه، خفيفه وحتى لودور ديالها كما قلنا ديال الورد. غندوزو عاوتاني عاود لوف بوشن الغوز، لوف بوشن الغوز حتى هي، حنا دابا كندوزو على لي بارفان خفاف. لوف بوشن حتى هي صيفيه ربيعيه، لوف بوشن غوز ماشي لوف بوشن الاخرى، اخرى غادي نشوفوها ان شاء الله. هذه حتى هي قلنا فيها ريحه الورد، وكذلك فهي صيفيه، يعني لوف بوشن هاد البارفان هادي ممكن ديريها في الوقيته ديال البرد. المهم هو تيبقاو لي بارفان تيبقاو اذواق، فانا ممكن تجيني خفيفه وحده اخرى تجي قاصحه الله اعلم، مي هي اللي عارفه انا راها لودور او اللي كنستعملها انا كتجيني لودور ديالها خفيف، فهي صيفيه ربيعيه. كذلك غادي ندوزو ل سيبليم ناتور. بارفان سيبليم ناتور هي بارفان ما بقاتش كاينه في الكتالوج، ولكن هي رائعه بزاف بزاف بزاف. هي بارفان ما هيش اوض بارفان، بارفان زوينه زوينه بزاف، انا تقريبا من افضل البارفانات عندي هي سيبليم ناتور، ولكن ما بقاتش كاينه في الكتالوج، يعني تقريبا لهذا باش نقولوا حنا شي 8 شهور ولا 9 شهور هكاك باش ما تبقاش كاينه في الكتالوج، فانا باقا عندي من شحال هذا، لانها فعلا بارفان رائعه لودور ديالها زوين، ولكن بطبيعه الحال دائما الكتالوج تيجي حويجات جداد وتيتحيدو حويجات قبل، يعني دائما كاين تجديد في الكتالوج ديال اوريفلام. الوغ دابا غادي ندوزو ل
مع محبوبة الجامعة هير اللي هي لوف بوشن الحمراء او هاد لوف بوشن هادي هادي زوينة. لوف بوشن كما كنقولوا حنايا البارفان ديال العرايس. الوغ هادي حلوة رومانسية بزاف. هاد 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 لوف بوشن هادي رومانسية بزاف. سناو هي شفتم فهي رائعة 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 بزاف. يعني تتعجب الناس بزاف لأنها كما قلنا رومانسية، فالودور ديالها رائع كتبقى في الحوايج مدة، يعني ماشي دغيا كتحيد. فنة 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 بزاف. كتعجبني أنا بزاف هاد لوبوشن، يعني تقريبا من بارمي لي بارفان اللي تعجبوني أنا بالنسبة اللي عندي شخصيا أنا. كذلك مشيو الإنيغما اللي ما كاينش واحد ما تيعرف اوغي فلام وما تيعرفش انيغما. الوغ كلشي كيتجتمع على ان انيغما بارفان اللي رائعه وحتى الشكل ديالها زوين. باش كيعجبوني لي بارفان ديال اوغي فلام حتى لومبالاج زوين، الشكل زوين، التقاديد ديالو زوين. ف كذلك كما قلت لكم هذه بارفان قاصحه انيغما، بارفان قاصحه، بارفان شتويه بامتياز. قاصحه هي حلوه ماهيش حاره، زوينه بزاف. فكما قلنا هذه بالنسبه للانيغما. دابا غادي نهضروا على البوسيس. كاينه بوسيس سيكريت اللي هي هذه، وكاينه بوسيس. الوغ الاختلاف اللي كاين بيناتهم ان هذه تقريبا هذا الشكل هنا تيكون نحاسي، وهذه الشكل ديالها هنا تيكون صفر. هذه بارفان مجهده، يعني هذه بارفان خفيفه صيفيه وممكن تكون شتويه شويه. هي 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 عندها واحد لودور تقريبا ممكن يجي شتوي، ولكن هذه شتويه 100%. علاش؟ هذه بارفان اللي هي قاصحه زوينه بزاف، فنه فنه، لودور ديالها رائع رائع بزاف. شتويه ماشي صيفيه، ما كتجينيش انا صيفيه. هي شتويه فنه فنه فنه، يعني ما ممكنش يتناقش عليها جوج. هادي رائعه، بوسيس زوينه بزاف، وكتحط بزاف في الكتالوج ديال اوغي فلام، تتحط اون برومو. فهادي بوسيس كما قلنا الناس اللي عندهم كيعجبوهم الروائح القاصحين، هادي بارفي فنه بزاف. الوغ غادي ندوزو البارفان اللي كيقولوا عليها البارفان ديال الكرافات، لان تتكون عندها واحد الكرافات هنايا، هنا فهاد الشنايه في الروايس ديالها. فهادي اكلا مون بارفان. اكلا مون بارفان هي بارفان زوينه، تقول لي كلشي زوين. طبيعة الحال انا حتى هادو لا كولكسيون ديالي، يعني هم كلهم عاجبيني انا، تيعجبوني بزاف. جربتهم ديما تنديرهم لان انا تيعجبني الاختلاف في لي بارفان. ما تنبغيش مثلا غناخذ بارفان وحده وغنبقى نستعملها، لا، تنبغي اشاك فوا نبدل، ندير هادي ونعاود ندير هادي. سورتو اننا حنا كمستشارات ديال اوريفلام كتقضى بقل من الثمن ديال الكتالوج، ففرصه لينا كنمتعوا ريوسنا بلي برودوي وكنمتعوا ريوسنا بلي بارفان. طبيعة الحال انهم كلهم زوينين و دو بون كاليتي. الوغ هادي اكلامون بارفان هي بارفان صيفيه ربيعيه، هي قاصحه ولكن هي فيها ريحه الورد، ماشي مثلا كما قلنا بحال انيغما ولا بحال بوسيس ولا. هادي صيفيه ربيعيه ولكن ديال الورد كما قلنا، ولكن راها قاصحه، يعني عاطيه، يعني مجهده مجهده، ماشي مجهده عاوتاني بزاف، المهم مجهده، يعني ماهيش خفيفه، ماشي بحال كما قلنا الفي ولا اكلا ويكاند ولا. هادي شويه قاصحه ولكن صيفيه زوينه بزاف، ربيعيه حتى هي. وهنا غادي ندوزو للملكه، الملكه اللي كنسميها انا ملكه لي بارفان كلهم، اللي هي جوردان جولد اسانزا. هادي راها رائعه، يعني هادي طوب ديال لي بارفان كاملين. انا بالنسبه ليا انا كنهضر على رايي الخاص، هادي الطوب ديال لي بارفان كاملين. هادي تنخليها انا غير الا كانت مثلا عندي واحد المناسبه، عندي حفله، عندي عرس، يعني معروضه شي حاجه، مثلا عندك واحد الخرجه رسميه. هادي رائعه مثلا، ما تقدرش نهضر عليها اكثر من هكا، انا هي اصلا داويه على راسها. بارفان ديال جوردان جولد اسانزا لو طوب ديال لي بارفان ديال اوريفلام. الثمن ديالها ما تهبطش على 300 درهم في الكتالوج في البرومو. كذلك هذه استفدنا منها في شهر كنظن وقيله في شهر 9 يمكن، الى كان عقلي ينفعني في شهر 9 ولا شهر 10، المهم ما عقلتش بالضبط. كنا خديناها فقط ب 39 درهم على 150 نقطه، وما كاينش شي وحده في اوريفلام ما خداتهاش، لانها اصلا الطوب ديال لي بارفان دائما الثمن ديالها طالع. وانا من طبيعتي
بالنسبه ليا كنضر على راسي، ما كنبيعش لي بارفان ديالي، يعني اي بارفان خديتها في اي عرض ما تنبيعهاش، كتبقى ليا الشخصيه ديالي انا لان تعجبوني وتناخذها ليا بصفت انني واخذها بثمن قليل ما تنبيعهاش. هذا هو كي انا كنضر على راسي. الوغ هذه كما قلنا جيور داني غولد اسانزا زوينه بزاف 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 بزاف، وفنه مجهده اكيد، ولكن كما قلنا هي كتليق اكثر للمناسبات، يعني عندك شي حاجه شي حضره شي هذا كتليق ليه. الوغ هنا كملنا لي بارفان ديالي، بعدا انا اللي كنهضر كما قلنا هادو هما لا كوليكسيون ديالي اللي انا كنستعمل اللي كيعجبوني بزاف، وباقي غادي ناخذ ان شاء الله لان كل مره تيتحط عندنا في الكتالوج منتوج بارفان جديده، فضروري انا كنسييك لي بارفان ديال اوريفلام كلهم كناخذهم لراسي. ومن هنا بغيت نقول ان بالنسبه لاوريفلام راه ماشي شرط انك تبيعي، نعاود نذكر بهذه النقطه انه ماشي شرط انك تبيعي. واخر اخر حاجه نبغي ننبه لها هو انه لي بارفان اذواق، يعني انا ممكن نكون هادي تعجبني، ممكن واحد السيده الله اعلم ممكن ما تعجبش الله اعلم، لي بارفان اذواق، واي حاجه انا كتجيني اي حاجه في الحياه اذواق، مثلا جاكيته ممكن تعجبني انا ممكن ما تعجبش واحده اخرى، مثلا لبس ممكن يعجبني انا ممكن، كلشي كيبقى اذواق. فهادو كانوا احسن بارفانات عندي، فنين بزاف غزالين، انا تاني ديما تنقرش نعزز عليا نبقى ديما الريحه ديالي مزيانه. وكنقول للنساء كلهم تهلاو في نفوسكم، تهلاو في ريوسكم، تهلاو في ريوسكم، عندنا غير راسنا، ديما تكوني نقيه، ديما تكوني معطره، ديما تكوني هكا يعني مزيانه، ولو في الدار ولو انت كتشقاي ولو ما فيها باس، نمشي ندير نرش على حوايجي وبقى ريحتي زوينه، وكذلك وليداتي حتى هما كيتعودوا عليا انني دائما الريحه ديالي زوينه، انهم ديما نقيه وديما يعني كتكون اللباس ديالي زوين بزاف ولو احنا في ديورنا. فنتمنى يكون لا فيديو عجبكم، ما تنساوش لي لايك ان شاء الله وسبسكرايب، كنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. معكم حنان هماني، ليلتكم سعيده.